لو هتدي رقم من 10 للتحكيم المصري او الحكام المصريين حتى هذه اللحظه في الدوري الممتاز تدي كام؟ 5.5. وخمسة ونص كده يبقى انا كمان مجامل. مدي درجات رأفة. لا انا مجامل. يعني انا فعلا لا احنا بص عشان ما يبقاش في سكوت. كريم احنا بنتكلم الاسبوع الثامن. ومنتهى الامانه والله بنتكلم الاسبوع الثامن، انا نفسي تحكيم مصر يوصل 9 و9.5. طبعا. لكن الاسبوع الثامن بنتكلم في مشاكل. ومشاكل بتتكرر. يعني تخطي الخط تفتكر خط الاتصال ده احنا كنا فيه كام مره مع بعض. وبرضه نفس الخطا بيحصل. تعرف يا كابتن جهاد دايما بقول انه احنا مش عايزين نضغط على حكامنا المصريين، عايزينهم ينزلوا هم مطمنين ومش متوترين ومش مضغوطين. تمام. بس انت برضه في نفس الوقت ما تخطاش اخطاء انا هبقى مضطر واحنا هنا قاعدين بنتكلم عنها غصب عننا يعني هقول ايه؟ ما تقدرش تقول غير كده. انت بتتكلم في حقيقه صح. يعني لما عندك حاجه كويسه انا اقول لك انت برافو عليك كويس صحيح، لكن خطا موجود وواضح لاي حد في الشارع، مش هقول لك للمتخصص في التحكيم. طيب مطلوب ايه من حكامنا المصريين واحنا بنتكلم في منافسه شرسه على القمه، صراع كبير في الهبوط والمباريات كلها مشحونه في ما فيه الكفايه، كل واحد مش قادر يخسر نقطه، تقول ايه لحكامنا المصريين على الاقل الفتره دي ننقذ بيها مواقف؟ يعني هو الطبيعي الفتره اللي جايه الموفق بس اللي هيلعب حتى لو لعب كل يوم طبيعي. حلوة دي، ده طبيعي على فكرة، ده لجنة على فكرة مش تعمل كده بمساكها، ده هو ده طبيعي جدا في أي مسابقة. الموفق اللي الحكم الموفق النهاردة هيدي لي أداء ينجح لي ماتشي هو اللي هيلعب، تتكلم في 6-7 ماتشات لكل فريق، فخلاص ما عادش وقت. يعني ما فيش بقى وقت اللي هو التوزيع ولا عدالة وكل واحد ياخد وبتاع، اللي هيخطأ مش هتشوفه تاني سواء فار سواء حكم. الحكم المصري محتاج الفترة الجاية تركيز فوق التركيز. يعني تتوقع إن كابتن أحمد غندور مش هنشوفه الباقي مباريات الدوري؟ يعني هو الغندور في الملعب انا يعني مش هجن عليه، بس النهارده ما كانش موفق. يعني النهارده حتى احساسك في الملعب كحكم موجود في الملعب، انت المشكله ان حظه السيء ان جه بعد الحكم اليوناني. الحكم اليوناني كان اعلى مستوى. يعني طبعا التحكيم جاي على مستوى، فانت جيت وتعمل مقارنه طبيعي، انت المقارنه لما قلتها على فكره طبيعي، ما انت بتتكلم على ماتش خلصان الزمالك وبيراميدز ودلوقتي الاهلي. هو حد يقول لك يا اسطى انت بتتكلم على حكام الاجانب دول اكنهم ما جوش من حته، واحنا حكامنا بخير واحنا حكامنا حاجه عظيمه، وطبعا حكامنا بخير وحاجه عظيمه والكلام كله جميل، بس طب ما يا جماعه انا غصب عني بعمل مقارنات. هي مقارنه في الاداء مش على الجنسيه الحكم، اداء احنا بنجمع شغلنا اداء. لما الحكم بيجي على فكره حكام مصريين اجادوا كتير جدا في ماتشات أكيد. وعشنا بيهم اكيد، ما فيش عندنا مشكله اكيد.